السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير، ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شاء الله بعد القراءة هنشوف رسالتك شو بتقول لك. رسالتك بتقول لك إيه؟ هنشوف رسالتك بعد آخر القراءة. أتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بسم الله الكاشف. شايف اليومين دول يا عذراء انت متربط، شايفك ان انت متربط من خذلان، او متربط من كلام من المقربين لكلبك. يعني شايفك انت هنا متربط بكلام او متربط من المقربين ليك. يعني شايف في حدا مربطك. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفك ان انت عايش وحيد يا عذراء، مهما ناس حواليكم حاسين بالوحدة، حاسين ان انتوا لوحديكم، بس شايف في طاقة فرد بإذن الله، او طاقة حب، او طاقة زواج، او طاقة خطوبة. شايف يعني الفترة اللي داية دي في خطوبة عندكم هتكمل على خير. في مشاكل مع الاهل او مشاكل مع الشريك، شايف ان انت والشريك مش فاهمين بعض، في كلام او حاجه مضايقاك من الشريك. رغم القلق اللي عندكم بس دايما بتحمدوا ربنا على كل حال. يعني انتم عشتم فتره في التحمل، تحملتوا كتير. بسم الله الكاشف. شايف ان انتم عمالين تشتغلوا حتى توصلوا للحلم وتحققوا الهدف اللي انتم تريدوه، بس انتم حاسين ان انتم عليكم حاجه، حاسين يا عذراء. بس انتوا دايما يعني هنا كاتمين دواكم، ما تحبوش تبينوا حاجه، ما تحبوش تبينوا اي حد ليه الزعل اللي دواكم او الحزن اللي دواكم، ما بتحبوش تبينوه لاي حد. شايف في كمان هنا مكسب حاجه حلوه، مكسب في شغلك، مكسب في عملك، عندك شغل او عندك وظيفه جديده، في حاجه جديده فيها مكسب بفضل الله. بسم الله الكاشف. بس انت الاخت حرفيا حاسس ان انت وحيد، حاسس ان انت لوحدك، حاسس ان مفيش حاجة جديدة في حياتك. عليك عين يا عذراء، عليك عين قوية، عندك حسد شديد، هو الحسد اللي بيردعك دايما لورا، مفيش حاجة مكتملة معاك من هذا الحسد. هسيب لكم في صندوق الوصف علاج الحسد بإذن الله. شايف هنا في حد يخص اهل الاب عين عليكم، او بينكم وما بينكم مشاكل، في مشاكل ما بينكم وما بينه، في غيره، في حقد، في امور مضايقاك يا عذراء. شايف هنا بسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف عندك حد قريب ليك قوي حاقد، يعني بيغير عليك في النداحة، بيغير عليك في حاجات كتيرة قوي، مش عايزك تكمل، عايز ينهيك، ما عايزكش تكون احسن منه، حد قريب ليك قوي عذراء. بسم الله الكاشف. برضه هنا عندك شوية أمور حلوة في حياتك، أمور هترتبها اليومين دول. عندك هنا في قرار هتاخده هتبني عليه حياتك الفترة اللي جاية. شايف يعني برضه إن عشان أنت اتظلمت يا عذراء، أنت اتظلمت. شايف إن أنت بتجهز ورق، ممكن أقول ورق نجاح أو ورق سفر، في أوراق أنت بتجهزها، بتجهز اوراق لبدايه جديده. هاي الورق ده بتجهزه لبدايه جديده، يعني انت عايز تطلع من اللي انت فيه ده، عايز تعمل حاجات كتيره، عايز تطلع من اللي انت فيه. شايف ان انت عندك تغيير من ناحيه الشريك، لا اما انت متغير على الشريك، لا اما الشريك متغير عليك، في تغير ما بينكم. انت مش عارف ان الشريك عايز ايه، بس خلي بالك ان الشريك في طرف ثالث، في طرف ثالث ما بينك وما بين الشريك، يعني في حد بيركز مع الشريك، فخلي بالك من هاي القصة.
بسم الله الكاشف، فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا في الفيديو باللايك احبابي في الله، عشان انت فقدت الثقة يا عذراء في ناس كثيرة جدا، فقدت الثقة في ناس كثيرة من دمك، من اصحابك، من اصدقائك، فقدت الثقة من ناس كثيرة قوي. بس هنا الاخت عندك علم، يعني انت اليومين دول بتحاول تهتم بنفسك، بتحاول تبص لنفسك، بتحاول تعمل حاجات كثيرة جدا، بتحاول تعمل حاجات مختلفة، شايف؟ عشان انت الظلام جدا يا عذراء. في صديقة مقربة ليك يا عذراء، بس خلي بالك منها، عاملة زي الحية، بتخدعك، كذابة، عاملة قدامكم ان هي طيبة لكن هي عايزة توقعكم في مشاكل، مش بتحبكم، فخلي بالكم من هي الصديقة، لان هي الصديقة غدارة وكذابة. بسم الله الكاشف، شايف هنا في بعد، ابعدتوا عن حد او قررتوا انكم تبعدوا عن حد او مش عايزين تتكلموا معاه، هاي شخص بعدتوا عنه، حبيتوا تخلصوا منه. بسم الله الكاشف، شايف برضو عندكم عن اللهم صل على سيدنا محمد، شايف في لقاء، في لقاء حلو، في طاقة عامة او في انفراجات عامة، في طاقة حلوة جاية، طاقة انفراجات، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني في انفراجات حلوة ليك يا عذراء. بس شايف هنا في طاقة حلوة، يعني اللهم صل على النبي، طاقة عامة، طاقة حلوة، شايف ان انت في حد هنا بتحبوه قوي، الحد قريب منكم، بينكم وبينه مسافة قليلة الحد ده او الشخص ده، بس المواضيع هتكون ما بينكم حلوة وجميلة، بس هيكون في طاقة حلوة ما بينكم، هذا في حد هتفرحك الأيام دي يا عذراء، أو هتسعدك، هتفرحك جدا هاي الحادة دي، شايف؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، انتوا قررتم تعيشوا حياتكم بشكل مختلف، يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني في خبر هيديلك من بعيد، الخبر ده هيفرحك، في نقطة جديدة انتوا هتطلعوها، او هتطلع من مرحلة كنتم فيها، او في قصة كنتم فيها تطلع تخرجوا منها. بسم الله الكاشف، شايف يعني ان في حدا انت منتظرها، لاما رسالة او مكالمة انت منتظرها، راح تدي لك في 3 نقط، قدامك 3 نقط وراح تدي لك هاي المكالمة. بسم الله الكاشف، شايف ان في بداية جديدة، لما بداية عاطفة جديدة، ممكن تكون بداية عاطفة جديدة او حب جديد، في بداية جديدة او زواج، بلاش ما تقلقش، بلاش ما يعني ما تقلقش، وما فيش حيرة ولا تقلق وما تتوترش، يعني انت عندك يعني في حظ داخل ليك جدا، في عندك يعني انت بتطلع من حاجات كثيرة، بتطلع من حاجات، عندك سفر او ماشيين في طريق سفر او بتخلصوا في طريق سفر، هو في عقبات قدامك او عقب قدامك راح تعديها، راح تعديها وهتطلع من اللي انت فيه. شايف هنا عندكم في حد غايب عنكم او غايب عنكم، عندكم في تواصل ما بينك وما بينه، هذا قريب، وفي هدي لك رسالة منه هتفرحكم، شايف؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد، في واحدة ست، في واحدة ست كبيرة، الست دي عاملة لكم مشاكل، يعني هي ست كبيرة، الست دي عاملة لكم مشاكل، يعني الست دي متكبرة، بتحب تتحكم، بتحب تأمر، بتحب تسيطر، هي مركزة معاكم، عايزة كل حاجة تمشي على مزاجها، عايزة كل حاجة، يعني تكون هي اللي حاكمة، هي اللي مسيطرة هاي الست دي. ما تزعلش. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح المغلق. انت دوخت، انا حاسس ان انتم حاسين بالوحدة، حاسين بالتوتر، حاسين بالخوف، دايما خايفين من اللي داي، عندكم الشك كتير، خايفين من اللي داي، مهمومين، خايفين تحصل حادث، عندكم انفرادات حلوة، عندكم روحانيتك عالية، عندك روحانيتك حلوة يا عذراء، انت من المحظوظين، عندك تخاطرك بيكون صح، عندك رؤيات منامية بتتحقق معاك، احساسك بيكون صحيح،
يعني شايف عندك يعني في حدا رزق دايلك حلو، او انت مشروع فيه هينجح باذن الله تعالى، بس تخلي بالك من الرزق اللي هو هيديلك، انه هو قادم في يعني قادم في طريقك، في طريقك هو هاي الرزق ده دايلك. ممكن انا شايف في قصة من ورا هاي المحاكم، يعني ممكن الرزق ده دايلك ورث او حدا من ورا المحاكم، قبض او ورث او مرتب جايلك، يعني في حدا رزق دايلك من وراه من هاي القصة. بسم الله الكاشف. يعني هنا في كمان الفترة دي شايف يعني اللهم صل على سيدنا محمد، عايز تطلع من اللي انت فيه، عايز تطلع من البيت اللي انت فيه، عايز تعمل يعني حاجات كثيرة، عايز تتغير، عايز تتغير المكان اللي انت فيه او تطلع من المسكن اللي انت فيه. شايف هنا الشريك بيحبك، في شريك بيحبك بس مش عارف ياخد القرار بسبب الضغط النفسي اللي عليه، يعني مش عارف يطلع ازاي، مش عارف ياخذ الخطوة، مش عارف يعمل ايه عشان يطلع من اللي هو فيه الشريك. فانت ما تقلقوش، ما تقلقش وكون حذر من يعني من اي عقبة، ما تقلقش. بسم الله الكاشف. شايف يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني انت عارفك ان انت عذراء ما بتحبش تستسلم، بتعافر او بتجاهد، ما بتحبش يعني تستسلم او تترك الامور. شايف ان الفترة اللي جاية في حدا من المقربين تخصكم فرحة. بسم الله الكاشف. في كلام هنا بخصوص حد هتسمعه، الكلام هيتكلم عليكم او تتكلموا معاه، في يعني مقابلة ما بينكم وبين شخص. شايفك هنا يعني انت عندك التفكير تعبك، التفكير كعبك قوي عزراء، عندك التفكير شديد عليك. في بداية جديدة وفي تغيرات مع الشريك هتكون حلوة. شايف في رزق دايلك بإذن الله وانفراجات. اللهم صل على سيدنا محمد. في حدث هتطلع منها كثيرة، بس دايما تخلي بالكم جدا وكونوا حصرين. بسم الله الكاشف. شايف اليومين اللي جايين دول هتسمع خبر او هتاخدوا خطوة جديدة، يعني في بداية جديدة هتعملوها، في حاجة جديدة في حياتكم هتعملوها مختلفة عنكم. خلي بالكم اخواتي في الله يعني من الحسد، خلي بالكم من الحسد. بسم الله الكاشف. شايف يعني انت هتبقى قدامك فرصة انك تختار او تعمل حاجة، فخلي بالك من فرصتك دي واستخدمها صح، وابعد عن الطاقات السلبية وكون حريص. بسم الله الكاشف. اللهم صل على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا موجودين معانا، ادعموا الفيديو باللايك، يعني في حاجة هتفادئك، في فرحة يمكن ان تتغير حياتك كلها اليوم او هذا الاسبوع، ممكن كل شيء عندك يتغير في لحظة. يمكن الفترة دي في انتقال للافضل تخص حياتك العاطفية الاسرية ان شاء الله. انا شايف هنا في عملية بيع او شراء، بيع او شراء ناجح، وفي يعني بالصلاة على النبي في مكافأة أو هدية بين إيديك خلال أيام إن شاء الله، هدية ما بين إيديك. اللهم صل على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق شايف يعني هنا في نقلة من مكان لمكان، في نقلة من مكان لمكان أو عتبة أو شراء منزل، يعني فيها تنتقل من مكان لمكان، في مبلغ كبير ديلك، في فك قرب شديد ان شاء الله، يعني في عتبة جديدة، هي العتبة دي فيها راحة ليك، فيها راحة ليك. شايف هنا في حبيب كان، شايف في حبيب محتار، شايف في شخص بيحبك محتار وغيران عليك ومشتاق ليك، هذا الشخص في شخص بيحبك هو محتار، او يعني عايز يوصل لك، عايز يبعت لك مسج، عايز يعمل اي حاجة. في هنا مكالمة من شخص قاطع التواصل معاك، راح تدي لك مكالمة منه. في حد مريض من اهلك او حد قريب لقلبك مريض، في شفاء ليه وفي استقرار. في ناس ظلمتك واللي ظلمك فيه نصرة،
نصر على ناس أذتك كتير وسببت ليكم أذى من قبل في نصرة ليكم. هاي الناس افترت عليكم، قالت كلام عليكم، كذبت، فيه نصرة أو أذتكم، فيه نصرة ليكم بإذن الله تعالى. شايف يعني كان فيه مشاكل عاطفية وعدم استقرار. أنت بحاجة إلى الهدوء والاسترخاء في سعادة قريبة بسبب خبر أو مكالمة، بسبب خبر أو مكالمة يا عذراء. في حاجة سعيدة هتكون بسبب خبر أو مكالمة، وفي شفاء من سحر أو حسد، في شفاء قريب يعني منك يا عذراء. هي الشفاء، في شفاء قريب من سحر أو حسد إن شاء الله. وأسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. شايف فرصة هتجي لك في غاية الأهمية، حاولوا يعني أنكم تستغلوها صح، عشان أنتم مريتم بتجربة صعبة. حاولوا أنت تعلموا منها. وفي شفاء لا تقلق، في شفاء لأحد الأقارب لا تقلق، في شفاء بإذن الله تعالى، في نصيب قريب وفرحة منك بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. عن قريب بإذن الله يدق بابك الخير بدون كسل. ردد وقول يا رب، ردد وقول يا رب بدون كسل، وردد وقول يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا توقعات واستخارة لبرج العذراء. صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف رسالتك بتقول لك إيه يا عذراء. شايف هنا ربنا يرزقك من فضله ويبعد عنك أي شر. آمين يا رب العالمين. ربنا يرزقك من فضله ويبعد عنك أي شر. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أتمنى من أخواتنا في الله إن كنتم لم تشتركوا في القناة فليشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وأكثر من قراءة سورة الزمر بفتح الأبواب المغلقة. وأسيب لكم في صندوق الوصف العلاجات من جميع الأمراض. إن كنت بتعاني من السحر أو بتعاني من المس العاشق أو بتعاني من الحسد، في صندوق الوصف كل العلاجات بفضل الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة أسرار.